السلام عليكم. تدخلت مصالح الحماية المدنية لوحدة سوغر بولاية تيارة إثر تسرب للغاز متبوع بانفجار مهول داخل مسكن في عمارة بحي 900 سكن عدل بلدية سوغر، ووقع الانفجار على الساعة 6 صباحا حيث كان معظم السكان نيامة، وخلف إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و65 سنة بحروق متفاوتة، منهم 3 في حالة صدمة. تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى ميموني طاهر بسوغر، حيث سخرت الوحدة سيارتين إسعاف وشاحنة نجدة لإتمام العملية. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومراقبة الأجهزة والتي تعمل بالغاز.